طيب ثلاث حاجات ايضا مهمة. ايوه من كمل يا ضمن فندم. المحددات، انا اسف يعني، لا لا كمل يا دكتور، كمل يا دكتور. ايضا من ضمن المحددات بقاء الملكيه والولايه لوزاره الزراعه على الحديقتين بدون يعني اي تغيير في الملكيه، تفضل ولايه وزاره الزراعه وملكيتها للدوله كما هي. ايضا يعني الحفاظ على المباني الاثريه وتطويرها، لان احنا عندنا اماكن اثريه كنوز ومغلقه حاليا قدام ايوه الجمهور زي كوبري المعلق. اه كوبري المعلق محتاج صرف ومحتاج تطوير عشان الناس تستمتع بيه والناس تقدر تتفرج عليه وتستغله. فطبعا احنا عندنا يعني محددات هذا المشروع. ايضا برضو مش هيقام عليها اي مباني اخرى، يعني اذا كان هيقام كافيتيريات او حاجه زي كده هتبقى اقل من 1% من المساحه الكليه، 9 من 10% دي محدده في عظيم المشروع كده. عظيم. فطبعا في حفاظ على الهويه التراثيه والتاريخيه للحديقه، ده الدوله مهتمه جدا جدا بان الحديقه تعود لسابق مجدها مع الحفاظ على هويتها وتراثها طب ده عشان كلام نطمن كويس قوي. الناس يعني.